حقيقة هذا واجب الإنسان خصنا نديرو جميع. ما بغيتش نخلي هاد الفرصة ندوز بدا نشكر السي حسن الزايد. دائما كنتكلم على الدار العجزة، ما بغيتش أنا نقول الدار العجزة، بغيت نقول دار أداء الأمهات، لأن الحرارة الإنسانية اللي لقيت له في هاد الدار ما لقيتهاش في مواقع أخرى، بلا ما نتكلم عليها. أستغل هذه الفرصة باش نشكر الإخوة ديال رجال الإعلام، نساء الإعلام، ماشي أي نساء، ماشي أي رجال، ما كنعرفهم واحد واحد، هما مناضلين ديال الإعلام، كنطلب من الله يوفقهم في العمل ديالهم. وفي نفس الوقت حنا كنا أبناء واليوم آباء، وربما غدا سنصبح أجداد. وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى باش الخاتمه ديالنا تكون مزيانه ان شاء الله. وكنطلب من الله باش الناس كلهم اللي شفتو انا والسي حسن باش يعطيو الله الصحه كامله، الصحه الجسديه والصحه العقليه حتى يلقاو الله ديالهم. واتقدم بالشكر للطاقم الالهي لهذا تيحدد واحد العدد ديال المستفيدين، خص يكون واحد العدد ديال لافابوات، واحد العدد ديال الدوشان. شكرا بزاف.